محمود حودة يا عبقاري انت يا عم بقالك ساعة لازق جنب المطور في ايه؟ حقي ولا مش حقي؟ ها؟ بقالنا ساعة طالعين بالمركب والمطور ما طلعت له الصوت هسه. قلت لك محمود دايما يوفي بوعده يا سالم. يا فرحة امي بالمطور اللي ما طلعش هسه. طب ما الشبك كمان ما طلعش سمك. ولو قعدت عمرك كله عمرك ما هتطلع سمكة من المكان ده. ما انا قايل لك الحكومة منعت الصيد شهرين عشان السمك شاحح وبتحافظ عليه. مصمم تطلع تصطاد من ورا ظهر الحكومة. طب اديني عملت لك الموتور سايلنت، ها؟ نفعك بايه بقى يا اخويا؟ ياه بس يا اخي بس ما تكسرش مقاديفي. وانت محتاج المقاديف اساسا فيها يا سالم، ما الموتور اهو. عمرك شفت موتور كاتم للصوت؟ ها؟ ده اختراع يا ابني، قنبلة الموسم. طب اقول لك انا عايز اسجله باسمي وابيعه لاكبر شركة مواتير، وساعتها بقى يا واد يا سالم هشتري لك طن سمك وارميه لك في البحر عشان تصطاد براحتك. اه وانا هستناك لحد ما تكسب الذهب. وامي واخواتي اكلهم منين؟ يا عم هي امك اصلا ليها في السمك؟ دي كرهته من عشره ابوك. هتلاقيها فراخ. منين؟ ما انا قلت هطلع من الطلعه دي ب 10 كيلو وقار ابيعهم للراجل بتاع اسماك البحر. عارف الوقار يا محمود؟ عليه طلب اليومين دول اوف. يا عم وقار ايه بس وعليه طلب؟ وبعدين بقى لعلمك ده راجل غشاش. في واحد يكتب على محله اسماك البحار وكل سمك ومزارع. شوف بقى انت خدتني في الكلام. المطور، ايه رايك في المطور؟ ها؟ بعدين يا سالم انا مش عارف ايه اللي خلاك تجيبنا في الحته دي. قلت لك في مصنع بيصرف في الميه وهو ده اللي مطفش السمك يا اخي. ما هو احنا لو اصطادنا جوه البلد هيشوفونا، ولو شافونا هنتقفش. وبعدين ابويا قال لي الحته دي مليانه وقار يا سالم. اه مش ابوك غرق في الحته دي برضه يا سالم؟ لا انا ابويا غرق الحته التانيه. طب في واحد ياخد بنصيحه واحد غرق يا سالم؟ الله يرحمه بقى، انت سمعت كلامه. اه ابتدينا. بقول لك ايه، انا المياه بتاعتي محفوظه. ها عشان جرعه الندم والذكريات زادت وانا حافظك. اول ما بتجيب سيره ابوك بتبقى عايز تهرب من اللي عليك. ما حسستني ان انت الوحيد اللي ابوه مات في رشيد. يا عم ده ما فيش اكتر من اليتامه هنا. يا ساتر عليك. خلاص يا اخي هديك المياه بتاعتك، بس نطلع باي سمكايه من الحته دي. واحنا ليه نفضل في المكان ده اساسا يا ابني؟ بقول لك معاك موتور سايلنت، لو مشيت بيه في قلب الاسفلت ولا حد هياخد باله. يا عم خش بينا جوه البحر، خش وجمد قلبك. خش محمود. يا محمود عايز ايه من ام محمود؟ يا اخي تعال اقف جنبي شويه عشان تساعدني. اساعدك ايه يا اخي بلانيله؟ ده الشبك اللي طالع افضل من دماغك. وبعدين احنا اتفقنا انا شغلتي الموتور وبس. عمرك شفت موتور تنام جنبه وانت مطمن؟ طب انا هنام لك هنا في المركب عشان اثبت لك. بس لو حد سال على محمود ابقى فرجه على الموتور. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده، حوت ده ولا ايه يا سالم؟ ده صوت حوت. حوت ايه؟ الصوت جاي من المركب. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك، انت عملت كده ليه؟ ده لو دلوقتي في سمكتين في الميه وسمعوا الصوت ده هيتفش. ما تقلقش نفسك، انت عارف انت هتلاقيها بس حته اللحام فكت من مكانها. هخش اكتم لك نفس امه حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ انت عملت ايه في الموتور؟ زودت السرعه؟ انت ما شفتش خدنا الطريق اسحل ازاي يا سالم؟ الله يخرب بيتك، يا ريت كسبته زي الاول. اول ازاي يا ابني؟ مش قلت لي عايز تصطاد وقار من قلب البحر؟ انت واقف ترغي واحنا بنولع. طف يا سالم، احنا بنولع. الله يخرب بيتك، ليه بقت افكارك؟ الله يحرقك ويحرق. هي دي مركب ولا ايه؟